السلام عليكم، كل عام وانتم بخير ونعاد عليكم بالصحة والخير واليمنى، وعيد فطر سعيد إن شاء الله على العراقيين وعلى أهل الموصل وعلى الأمة الإسلامية إن شاء الله، يعني عاد علينا بالصحة والسلام. أهل الموصل دائما إقبال العيد عليهم يبدأ آخر عشرة من رمضان، تبدأ الكليتشة وتبدأ الشرزات وتبدأ أمور في عدنا بالتعرف أنت بالموصل، كليتشة وشرزات وحلا، لأن الموصل مشهورة بالشرزات وبالأكلات الطيبة خاصة، فحياة طيبة إن شاء الله بالموصل، ونعاد السرشخانة مثل ما كانت قبل، نعاد السوق ينفتح ليل وصباحا نهارا العفو مساء ينعاد، والمحلات رجعت تقريبا انت مثل ما عتوشة عندك بالسوق، والحركة رجعت حلوة إن شاء الله في السرشخانة، ولأن هي مركز العراق الموصل السرشخانة، وإن شاء الله ينعاد علينا بالصحة ونوشع كل سنة وإحنا بخير. تأثير الدولار وارتفاعات انت عتوشة قدامك، البضاعة تقوم تفرق عندك، الأسعار تغلى وتنزل وتصعد، فأسعار ما ثابتة، دائما المواطن يكون متردد من دي يشتغي، اللي عنده 4-5 أطفال تختلف الوضعية، يعني ما يطقي يشتغي، وطالب الحكومة نزلون الدولار على مثل ما كان على 120، ترجع الحياة، ترجع اقتصاد الموصل، يرجع اقتصاد العراق مثل ما كان قوي، أجواء حماسية عند الأطفال بالذات، يعني فوت مرة يفرح تعرف أنت طفل يريد له بنطلون على تي شيرت على كابوي دي يشتهي دي يفرح. دائما يستخدمون بالعيد الاكلات القديمه مثل الباتشا، مثل الكبه، مثل الدولمه، البرياني، يعني الكليتشه من الكليتشه مع العيد. ايه زين، كعادات وتقاليد عدا الاكل، زياره المقابر، ايه اول يوم العيد انا لازم نطلع المقبره، يعني نطلع لازم نزور المقبره اول يوم العيد، ايه وصلاه الصبح، ايه نزور المقبره بعدها، ايه ونرجع نعيد القرايب والاهالي، ايه والاحباء، ايه والله منياتي الناس يكون ما محتاجه دينار، اكو ناس حصر عليها الدينار، اكو ناس ما قدرت تشتري ملابس، زين اخوي اكو ناس هسه حصر عليها لكل امينا، ايه والله اريد الكل يكون ما محتاج دينار باذن الله. لا تغيرت كثير، الناس تغيرت كثير من يعني من السما للقاع، قبل كان الناس واحد يحب الله اخواي، هسه حتى ايش اقول لك، يمكن حتى سلة الرحم انشالت، اخ ما يسأل على اخونه، اخ ما يسأل على اخته، اخت ما يسأل على اخوه، انا اعرف جماعه حتى يعني زناقيل واي زتوا ابوهم بالعجزه زتوا ابوهم وما بحاجة الدينار، هم في سبيل يعني برسة الرحم بالبيت، وهي مشاكل بيناتهم، وهي زدتوا أبوهم بالعجزة. الوضع شوي اختلف هسه، يعني انعدمت الطبقة المتوسطة، طبقة كادحة أو طبقة غنية، هاي تأثر سلبا على المواطن الفقير الكادح اللي ما عنده أي دخل، فشوف هنا كثرة البضاعة بس قليل السحب، بسبب أن المواطن عايش مثل ما يقول يومه بيومه، بس بصورة عامة حتى لا نكون سلبيين، الحمد لله والشكر أشوف العالم والأجواء تقريبا مثل يعني سوق الدواسة مشهور، دائما يكون مشغول ودائما يكون ازدحامات، والحمد لله الشكر أهم شيء عندنا ما بعد فترة
التحرير، انه العالم الحمد لله والشكر عاد تتنفس وعاد تطلع عاد تشوف الاجواء حلوه والحمد لله والشكر. وتعرف انت اول العيد يعني دائما ما يصادف اول شيء مع احترامي اول شيء زياره القبر كاول يوم للناس الاحبه اللي فقدناها، وبنفس اليوم نحاول او ثاني يوم زياره الاقارب، فالكل يجتمعون ببيت الجد، فتشوف الاخوه والخوات اللي عايشين برا بيت الجد فيجتمعون ببيت الجد، والحمد لله وهي اللمه حلوه. وقبل مثلا بليله العيد الناس ملتهيه بالكليتشا وعمل الحلويات، وهاي تقاليد يعني متوارثه اللي هي الحلويات اللي من ضمنها الكليتشا. ومثل ما قلت لك اول يوم العيد زياره الناس اللي فقدناهم بالقبور، وثاني يوم شوف الكنيس تزور بيت اهلها، ومثلا انا اروح ازور بيت اهلي ونجتمع ببيت الجد، والحمد لله والشكر. هاي هذا التقاليد المتعارف عليها عندنا بالموسم. والله عاداتنا اول من يفوت برمضان والناس تعزم ناس وناس توعد ناس الاكل تودى والشيء ينجاب، ويصير 21 22 برمضان وقم نبدي بالكليتشات، وواحد يتعاون الاخ وواحد يساعد الاخ، دي شويه نروح نشتري لهم ملابس، نشتري 10 يدون البنات نشتري لهم، ونرجع بالبيت زي ما يصير ليله العيد نطلع على المقبره كلتنا ونروح نزور المقابر ونمسك طريقنا ونرجع، وعلى الجمع وعلى التراويح الحمد لله. وهاي التقاليد مالتنا يعني هذه منطقتنا، وحدي تحن على الاخ وحدي تجي يم الاخ هكذا. احنا بالموصل شكل وغير محافظات شكل، اكو ما يمشون مثل ما احنا نشتغل نعمل كليتشات نعمل عزايم ناس توعد ناس، اكو غير دول لا ما هاكي ما نعرف احنا شلون يعني يعملوها، يذبحون ذبيحة يوزعوها على كل بيت صحن صحن، هاي أكلات مال رمضان. أحضر الطحين وأحضر الهيل وأحضر الزيت أحضره كلته وأقعد أعجنه وأعمله وأكمله، وأم الشكر أنقع الشكر قبل ما أشتغل بيها أخلي لها خمرة وقلاصين شكر وأطلع أمغدة وأعملها تطلع مثل البقسم، يعني الكليتشة مال الجوز ببحت وهاي ببحت مال الشكر، نقوم نعملها كلتها ونرجع بالبيت. يعني كان بالاول وديها على الفوني، هسه لا ما وديها على الفوني، بالبيت الاوفن موجود والطباخ على الغاز موجود، وقعدت واشتغل على هالطباخ وعلى هالطباخ. هاي يعني الكليتشه مالتنا، وجماعه باشا يعملون ويحضروها للقرايب وللعمام وللخواله عاده العرب، يعني هي ماكل عندهم عادات من يصبح الصبح يرجعون من الجوامع يفوتون على المجلس، يقومون الكل تفرد والكل تاكل، ونحن هون بالبيت نشتري قشفي قيمه لبن باص صرمه، هاي يعني نحضرها لهذا لو راك قعد. مثل ما تعرفون هسه نحن بنهاية رمضان، وبنهاية رمضان الإقبال يصير على الملابس الرجالية أكثر من الولادية، يعني بالنسبة للولادية والنسائية تصير بأول رمضان. نحن الدواسي يبدي شغلنا بآخر 15 يوم، يقبلون الشباب من كل مكان على الدواسي ويتسوقون منا ملابس العيد ويترتبون ويأخذون أجمل الملابس. وبالنسبة للأسواق مالتنا ما شاء الله عليها مفتوحة لي الساعة 2:30 3:00 عن ظل مرات بالليل، ما شاء الله السوق مفتوح وأمان الحمد لله، والناس مرتاحة وتروح وتجي براحتها.
بس نحن اشنو القدرة الشرائية للناس شوية قلت من ارتفاع الدولار وانخفاضه اضطراب السوق. انتم تعرفون لما يضطرب السوق يأثر على الحالة الاقتصادية للمشتري، لانه الشخص بدل ما يصرف يقوم يلتجئ للادخار، فهذا يؤدي الى قلة وشحة بالسوق. فالناس يعني تريد استقرار بالسوق، استقرار بسعر الصرف، حتى اشنو تعرف شلون تتوجه، تعرف ايش قد تدخر، تعرف ايش قد تصرف. انت الى يومية الدولار طيلع ونيزل ما تطيق الناس تدخر ولا هاي. شغلة ثانية، نحن طول السنة ندفع ايجارات، ندفع مولدة، ندفع هاي، يجينا بالاخير شيء ايام العيد، ايام ما نحن نشتغل يسمحون للبسطات تفتح وتنتشر، وحتى يسدون الطرق، وابو البسطة جايب لي سماعة اهل كبغاتي ويصيح، ما صيغة يعني، هو خليه يسترزق، يفتح له مجال، يقعد بمجال معين، ما يفجلي. اكو ابو بسطة جايب له 10 بسطات وكل بسطة عملها 3 امتار 4، يعني عرباين عتجي، وجايبين لنا سماعات من هاي الدي جي، ما صيغة. وهسه نهني، نحن نهني الشعب العراقي ونهني الأمة الإسلامية مقدما على حلول عيد الفطر، وإن شاء الله الله يتقبل منهم رمضان، وإن شاء الله عيد سعيد للجميع. أهل الموصل محافظين على تقاليدهم من كنا صغار، نحن نعرف يقرب الرمضان، أول ما يقرب رمضان نحن نحضر الأكل مال رمضان وأجواء رمضان، ونبدي ونلتجئ إلى العبادة، ونلتجئ إلى الجوامع والصلاة والتراويح، ونروح الجوامع نحافظ عليها. نرجع نجي يجي 15 رمضان، يبدون الأم تبدي تعمل كليشة العيد، يشتغلون التنظيفات مال البيت، الأب يفتل يشتغي حواس للأولاد، الأم تنزل تكمل حوايج البيت واللاي اللي عايزه. هاي كلها الأجواء، هاي أجواء الرمضانية، كل عيد تتكرر. ونرجع بالعيد نلتم هاي اللمي، القرايب كلهم يلتمون، ونسعد بوجود الأقارب والأحبة.
العيد يا اخي نستقبله بالتهاني بالملابس الجديده والطبخ الدولمه والكيشه وهاي الشغلات النسوان، واحنا ما شاء الله نشتغل ونجيب ما شاء الله ما ملحقينه اي، ونتمنى من كل خير والسلامه والصحه والعافيه ان شاء الله. والله الدولمه والبرياني وهاي الشغلات، دولمه والبرياني وهاي الشغلات، احنا نحب ننظم باشا تشريب هاي الشغلات اي، من السعيد نسووها برمضان بعد ما اخر 10 اسوان للعيد. والله عيد لكل الناس، كل مسلم يتنفس الهواء اعيده واقول له يا مستعيد وكل عام انت بخير. زيارة المقابر موجودة، أول يوم العيد نروح نزور المقابر، ونرجع من عيد نعيد ما شاء الله. بداية نرحب بك في الدواسة، الدواسة طبعا من تعرف يعني من أجل المناطق اللي تنزل الناس خلال نهاية رمضان وبداية العيد تتبضع منها، لأن هي تعتبر الدم الجامد للموصل دائما يعني. والله هي هذا رمضان فرق شيء قليل عن ذاك رمضان بسبب الدولار، يعني الدولار لعب دور على العالم يعني، وإحنا كتجار يعني عانينا إنه تعرف المواطن الموصلي بالذات الطبقة الوسطى نقول ما يتحمل الاسعار العصير شويه، واحنا نحاول قدر الامكان انه ما نرفع الاسعار، بس الدولار اثر وبالنهايه تاذى اللي هو المواطن البسيط. بس يعني اقبال موجود ان شاء الله، والعالم تعرف انه العيد ورمضان فرحه بالنسبه لنا الموصل، عادات وتقاليدنا جمع العوائل بالاعياد يكون، فلازم يتميز يعني انه لبسه حلو، ديزاينه مرتب. ونتمنى انه الحكومه المركزيه قبل انه الحكومه المحليه يوضع لنا يعني حد للدولار، نتمنى يعني كله اعتقى على المواطن الفقير اللي هو بالاخير المستهلك، هو عايز يتحمل كل التكاليف العصير. والله بالبداية ماكو حركة، يعني أول بداية أول 10 مثل ما نقول من رمضان أو 15 ماكو حركة، بس من بعدها لا والله أصيغ الحركة والحمد لله والشكر، رغم ارتفاع الدولار والله عدنا وإحنا مضرين يعني من شغلة الدولار، بس الحمد لله أسعارنا مناسبة والناس عاد تمشي يعني معانا والحمد لله والشكر. والله أنا قلت لك بالبداية يعني إحنا أسعارنا مناسبة وبالنسبة للدواسة أسعارها مناسبة رغم يعني ارتفاع الدولار، ولو عندنا اكو شغله يعني احنا نعاتب بيها المسؤولين حيسدونا الشارع والبسطات تاثر علينا، اللي هي احنا سنه كامله نتحمل الايجارات، سنه كامله ندفع احنا للبلديه خوش اخويا، سنه كامله احنا ندفع خوش اخويا حراسات، هسه جاني الحراسات خوش اخويا، وادفع الجبايه ومولده وعامل، وبالاخير يجينا بالبسطه يحاربني برزقي. والله العظيم قبل يومين مطغت صاغت حركة، والله ما طغت صاغت حركة بالسوق، كل الناس ترزقت، أهل البسطات ضرونا حيل ضرونا، وأنا أعتبي على كل المسؤولين إذا كان محافظ إذا كان أبو بلدية إذا كان مدير الشرطة خوش أخوين بور الشارع الدواسي بيد الشرطة يتقون يمنعوهم، إحنا للي على الضرر.
اتمناك تجي الساعه 2 بالليل وتكرم تشعل الوسخ والكياسه مالتهم. والله احنا نجمعه ونشيله بيدنا وتكرم بالحاويه. يعني انا اتمنى صوته يصل. والله ألف الحمد لله والشكر، أجواء كلها جيدة والعالم عاد تتبضع وتاخذ ملابس للعيد، وكل سنة وانتم طيبين، والأمة الإسلامية إن شاء الله بسلام وبأمان، والموصل الحبيبة إن شاء الله بخير وبمحبة وبلقاءات إن شاء الله إن شاء الله. والله إحنا لازما نزور أبهاتنا، لأنه أبهاتنا هي الفضل علينا حقيقة. أول يوم نتوجه إلى المقبرة، وهاي تقاليدنا يعني حقيقة، وأهل الموصل ناس طيبين حقيقة، والحمد لله والشكر ألف الحمد لله. والله رقم واحد ألف الحمد لله، ألف الحمد لله، كلش أجواء طيبة، وألف الحمد لله والشكر ألف الحمد لله. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن الله سبحانه وتعالى: للصائم فرحتان، فرحة عندما يفطر وفرحة عندما يلاقي رب العالمين. فكل يوم نفطر بينه إن شاء الله، الكل قيمه اللي يصوم ويفطر هو في فرحة، ولمن يلاقي رب العالمين، لأن الصوم لي وأنا أزي به. الله سبحانه وتعالى يقول على رسام: من أرسله الله رحمة للعالمين، إلا الصوم فإنه لي وأنا أزي به. الله سبحانه وتعالى لله الصوم وهو يزي سبحانه وتعالى بينه. الجزاء عند الله جزاء الكريم القدير المقتدر الواسع العظيم المعطي الغفور الرحمن الرحيم، وكلنا نحتاج لها القضايا هذه كلها جميعا. ونتمنى أنه بعد الإيمان نصل لمرحلة الإيمان، أن نتمنى الحقوق بهاي المدينة الناس تحسب حسابها، لأن هي المصيبة الكبيرة. نحن نعرف أنه الله سبحانه وتعالى رحمن رحيم، وأنزل بهذه الأرض رحمة وحدة من 100 رحمة تتراحم بها الخلائق جميعا. فالله رحمن رحيم، لكن من رحمته العدل أيضا، العدل وهو الحق بين العباد بين الناس وحتى بين الحيوانات.
الله سبحانه وتعالى بيوم الحساب ويأخذ حق هذه اللي نطحت هذه من الحيوانات مثلا. وهذه بها يعني أحاديث وصحيحة. فالناس ترجع إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وترجع أيضا إلى أنه لا تأكل حقوق بعض البعض، وما بكيفهم ما بهواهم. القضية البزوني تعطيها أكل يمك تأكل مرتاحة، لمن هي تبوق الأكل تنهزم. الحيوان يعرف الحق من الباطل. فنحن جميعا الله كرمنا سبحانه وتعالى، وقد كرمنا بني آدم، والله سبحانه وتعالى جعلنا خلفاء على هذه الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة. شيء نحن شيء كلش كبير عند الله سبحانه وتعالى، فلازم نرتقي إلى مستوى القدرة اللي الله سبحانه وتعالى راد بينا، وباختيارنا لازم نرتقي. اولا احنا باستقبال العيد، تعرف انت الكليتشة اول شيء تشتغل الكليتشة والشكل لما والسودة هاي كلها عامة يعني بالعيد. وانت تعرف ايام العيد ناس تروح على ناس وناس تجي على ناس، تفرح بايام العيد ما اكون وش عفوحة خطيه. وتعرف احنا بايام العيد من يجي كلتنا بالجوامع نفوت تكبيرات العيد، نكبر مع الامام وغا ما يكبوا يقعد يخطب ويلقي خوش حكي الإمام على الناس القيعدي على أيام العيد. وغاها تعرف أنت عامة أول يوم العيد كل الناس تطلع على المقابر، أي كل الما تخونه الما تبونه الما تتمه الما تخته الما تخونه، هاي أول يوم عامة بالمقابر. ثاني يوم تبدأ بقت تعال روح خذ خاطر عمك، خاطر عمك الأخ، على خالك، على خالتك، على عمتك، يعني أكثر شيء بيت، خلينا نقول بيت العمية الكبيرة، خلينا نقول إذا الأم ما موجودة الكبيرة بيت العمية كلهم ينجمعون، خوات على النسايب على رجيل على شباب، ونقعد قاعدة جماعية تعيد هذا وتعيد هذا وتعيد هذا. تعرف ما توشى عم بس وقت المناسبات، وقت الأعياد توشى عم، ووقت الفواتح توشى عم، يعني هذه يعني. وأسع أيام عيد جاي العيد أسع الحمد لله فضل من الله، خاصة محافظة نينوى، بس المحافظة محافظة نينوى يعني أرقى محافظة، كل المحافظات يتمنون مثل محافظة نينوى.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الموصل دائما كل سنة يعني بعد الشهر الفضيل الكريم متعودة على يزور على المحلات للبضائع والألبسة والمطاعم والمقاهي، هاي كل سنة يعني فضل من الله يجب يكون أمان وأمن وأمان. أهل الموصل شوي يعني أهل الموصل تعبانين الساتر شوي، الحمد لله الأجواء زينة والموصل إن شاء الله من أحسن إلى أحسن إن شاء الله. نعم هاي كل سنة يعني بإرادة الله يعني يصير مصباح نهار أول يوم من العيد يصير مثلا زيارة القبور والشهداء والميتين وكل العالم يعني يتوجهون لهذا البكان، لان يعني هذا شوي يغير شوي يريح النفس. ما يتغير ان شاء الله، لان هي اهل الموصل ما يتغيرون، لان طبايعهم قديمه وحلوه، وهذا ان شاء الله ماكو تغيير بالموصل، لان الموصل اهل الموصل كلها طبقه واحده ويعني فقره وناس طيبين يتمنون من والى يعني يجي العيد، لان يشوف القرايب والاخوه والاحبه وابن العام ابن الخالة كله يعني يصير الزيارات الحلوة بيناتهم، لأن قلت لك أهل الموصل تعبانين والحمد لله شوية تنفسوا على أحسن إن شاء الله. والله عادات تقاليد أهل الموصل أشوف قدامك الشرزات والشقليت والهدوم، طبعا الزيارة والواحد يتواصل ويا الأخ وسلام وأول يوم العيد الزيارة على المقابر، وإن شاء الله ينزل الدولار وتنزل بضاعة والناس تشتري وتلبس وتأكل وتشرب، هو هذا اللي نريده إحنا للموصل. والله ناس إجبارية يريد نعيش. عدم التواصل فيما بيننا، في صلة رحم، عادات اللي الناس اللي تجتمع عليها، ممكن صلاة ممكن صوم ممكن، خصوصا يعني بمناطقنا احنا مناطق الريفية صراحة في قضاء الشرقاط، عندنا هاي الأمور اللي يمكن ما تخلو عن ما تبتعد عن الموصل كثير، من نفس الوضع نفس الترتيب نفس الأمور اللي عايشينها أنتم، فوضعية ما شاء الله همين وضعية عندنا لا بأس بها، يعني احنا تدري نعمل لك ليه شيء، نتواصل نشتري ملابس ننزل للسوق مثل اليوم اللي احنا جايين به للموصل، يعني ما شاء الله هذا الوضع الأمان اللي يعيشونه للموصل، ويمكن الساعة 11:30 بالليل احنا واحنا لسه طالعين طبعا. نفس اللي عايشونه انتم يعني. والله تدري انت الدولار كان له تأثير على الناس. تدري انت اليوم يمكن اكو يعني بدأ يتنفس الوضعية بدأ يتنفس وبدأ شوية السوق يعني أحسن من قبل صراحة. بدأت الناس تقدر تشتري الملابس يعني أحسن من قبل يعني. أما سابقا كانت الأمور صعبة. لا والله إن شاء الله نتأمل إن شاء الله على المستقبل البعيد، يعني أنه مثلا ينزل الدولار وترجع الوضعية يرجع السوق الطبيعي إن شاء الله وترجع الأمور كلها إن شاء الله يا رب.
أجواء العيد هي نفس الأجواء الموجودة من قبل وهسع، باختلاف يعني أواخر شهر رمضان الكريم يختلف، يعني الناس تيجي تبضع أواخر شهر رمضان، الناس تيجي تبضع يعني بالسوق مثلا بالدواسة ولا غير النبي يونس، هي آخر شهر رمضان الناس تبضع به يعني قبل ليلة القدر. الناس كلها يعني ما شاء الله الحمد لله السوق عامر بكامل، يعني الناس طالعة تونس وتبضع بها بالدواسة. فرق اكو كثير، فرق بالسوق، فرق كثير، يعني اللي يقدر يشتري واللي اكو ناس لا ما بقدر تشتري، ما تقدر تشتري نهائيا، ما تقدر تشتري، اكو فرق يعني عندنا السوق كثير اكو فرق. تعرف شنو اول شيء ناس تعرف ترجع راتب، راتب موجود اشترى وماكو، اكو ما عنده راتب خطيه يعني ما يقدر يشتري، يعني اكو جزء فطور ما يقدر يسوي فطور، ما يقدر يشتري بسبب سعر الدولار. يعني ساعه اقول لك اكو شغلات برمضان، يعني التمر، التمر قبل بألف هسه بألفين وألفين وربع وألفين ونص، يعني أكو شخص ما أقدر أشتري بيه، يعني شوية هذه الشغلات الاستهلاكية يعني حيل حيل صاعدة. شوف أول أيام عيدية دحق، أول ما تشتري مثلا عندنا الصبح عريوب، القمر، القشو موجود، هذا العسل موجود، يعني يصير زخم عالية، زخم عالية هذا موجود، يعني كل عيد هذا ما بيها مجال بالعيد. أكل بيت إحنا قبل الريوق بيت، والعشاء مثلا الريوق ببيوت كامله من الجوامع، نطلع من الجامع اروح على غير بيوت تريق عندهم. لا هنا بالموصل لا، اسولفك على الريف، هنا بالموصل لا، القمر القشو هاي موجوده والعسل هاي، هاي الزخم يصير عليه شيء اكيد، هاي موجوده. شوف ما اعتقد اكو بالموصل ما فقد اعزاز عليه، لازم يعني ما هذه ما يعني ما اتذكر قطعت نهائيا، ما قعدت هاي موجودة الصبح، لازم تزور هاي المقابر والهاي لازم، يعني على الخطار على جيرانك على خويك اللي يجي كل هاي موجودة بالبيت، اللي مثل أول يوم عيد راح له عزيز عليه يجي يسلم عليه ياخذ مخاطره، هاي موجودة عندي الحمد لله ما انقطعت ولا تنقطع إن شاء الله. أيام العيد يعني هي فرحة للمواطنين وفرحة للعالم وفرحة للشعب وفرحة لجميع الإسلام إن شاء الله بجاه حبيب محمد. وأيام رمضان قديما تختلف عن رمضان هسع، رمضان هسع الأمور اختلفت، الحياة شوية صعبة هسع، قبل هسع قبل شكل هسع شكل، قبل عمل شغل هسع شغل باكو، عمل باكو والعالم يعني قبل المواطن من ينزل يشتري بدون وجع قلب، هسه عمل باكو، فلوس باكو، سيوله باكو للمواطن. بداية رمضان يعني تعرف انت العالم كله صايمين، فما يصير هذيك الحركة بالسوق، يعني فيكون ركود شوية بالسوق، تبدي حركة المحلات يعني بصورة عامة من العشرة الثانية إلى نهاية رمضان.
بس كسوق يعني خلينا نقول بصورة عامة يعني يعني كثرة الناس اللي تنزل على السوق يكون بالعشرة الآخرة أو آخر أسبوع من رمضان. أنا أقول لك تفوت على السوق خلاص ما تلحق، ازدحام فول اختناق. والعادات والتقاليد اللي تكون برمضان يعني هي تعرف أنت الكل بأيام العيد وبأيام المواسم تتجه للملابس للأحذية، اللي يشتري الملابس اللي هو الزوجته الأطفاله الأهل بيته. بالإضافة إلى هاي الشيء عندنا شغلة الخمينة واللي هي كلش حلوة وإحنا نعتز بيها، إنه تكون الكليتشة وشكل لما وهاي الشغلات دائما تكون برمضان متواجدة 24 ساعة. الزيارات اللي بالعيد طبعا أنت أول يوم العيد عندك بعد صلاة العيد العالم كلها تتجه للمقابر، تصير زيارة المقابر، بعدها ترجع على البيت. العصريات تكون زيارات على الأقارب، على العمات، على الخالات، على العمام، بيت الجد، الجويرين، وهذا يعني المتعارف علينا.